بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اخوان. في المقطع الثاني لليوم الثالث من دورة منظومات السيطرة الالكترونية والكهربائية. طبعا احنا مثل ما قلنا بالمقطع السابق، كنا مخططين انه يكون الفصل الثاني اللي هو يحكي على استخدام السيطرة الكهربائية مع المنظومات الهوائية يكون في مقطعين، في فيديوين. بس بما انه احنا دخلنا بالدورة فعليا، هنسجل قبل في يوم او يومين، وشفنا الاخوان يركزون على موضوع منظومات السيطرة الحديثة، فحاولنا نضغط الفصل الثاني بفيديو واحد اللي هو الفيديو السابق. هسه انا ما راح ادخل بالفصل الثالث، لانه شفت اكو موضوع كنت صراحة ما خالف ضمن المنهاج عفوا، بس شفت من الضروري انه نعرضه، لذلك سويت الترتيب على السريع. شوفوا حتى ماكو مادة مكتوبة او كذا، مجموعة صور. اكو موضوع اريد انشرحه، لانه مع الاسف يعني ما نعطي حقه بهاي الدورة، راح نكون يعني ما نعطي الموضوع، راح جزء من الصورة ما راح يكون واضح للاخوان. طبعا يعني ذاك الفيديو صار اكثر من 20 دقيقة، احتمال هذا الفيديو هم يطول، فنعتذر منكم على طول المدة يعني، بس كلام اشوفه ضروري حتى من ندخل منظومات السيطرة الحديثة كل الامور تكون واضحة عندنا. اخوان، دائرة السيطرة عندما تصمم لموقع معين، لمعمل معين، لخط انتاجي، الها دواعي للاستخدام. من اهم هاي الدواعي قلنا المحافظة على ظروف التشغيل الطبيعية، المحافظة على ظروف التشغيل الطبيعية والصحيحة، وأيضا موضوع مهم جدا هو تحقيق السيفتي، الأمان بالنسبة للعاملين وللمعدات وللمكان. أكو فد موضوع مهم بتصاميم السيطرة، وهم راح نحكيه من جانب عملي، ما ندوخكم بالمواضيع النظرية. موضوع نسميه مرات، إذا سامعين والإخوان اللي بالسيطرة يعرفوه، الدايركت والريفيرس. الدايركت والريفيرس يعني العكسي، الدايركت المباشر والريفيرس العكسي. بوصف أجهزة القياس والسيطرة، الدايركت والريفيرس إلها فد مدلول معين، أنه هذا الجهاز هو لو يستلم إشارة لو يتعرف على قيمة متغير، وبالنتيجة راح يسوي، راح يخرج إشارة معينة. هذا الجهاز إذا كان استلامه للإشارة تجي زيادة، يعني زيادة بالإشارة اللي يستلمها، زين، مقابل هاي الزيادة إذا صار زيادة بالإشارة اللي يخرجها نسميه دايركت، يعني تجي زيادة يطلع زيادة، تجي نقصان يطلع نقصان. وإذا كان بالعكس، إذا كان هذا الجهاز يستلم إشارة بها زيادة يطلع مقابلها إشارة بها نقصان، أو يستلم إشارة بها نقصان يطلع مقابلها إشارة بها زيادة، نسميه ريفيرس. هسا شنو اللي خلانا نحكي على هالموضوع؟ الفيديو السابق حكينا على الـ ROV، وقلنا الـ ROV هو ريفيرس أوبريتنج فالف، يعني فشي يشتغل بالعكس، يعني صمام العمل العكسي. شنو صمام العمل العكسي؟ احنا المفروض الوضع الطبيعي انه صمام فاتح، من تجي اشاره من اكو فد شيء راح يجي يقول له اغلق. لاحظت اخوان هذا الصمام الار او في اللي حكينا عليه بالفيديو السابق، هو كان الوضع الطبيعي مالته مغلق. زين، انا ما يفيدني الوضع الطبيعي مغلق وانا اريد اخليه يدخل النفط للمحطه، فلازم انا اجبره انه يفتح، فراح اجيبه ار او في هو مغلق، واول ما اشغل المحطه المفروض الاشاره تجي اشاره هوائيه عن طريق السولينويد فالف، بالتالي راح تخليه يفتح. ومن تصير مشكلة اكو فد سيستم معين راح يخليه يقطع الاشارة، هذا السيستم يتخذ قرار يقطع اشارة عن السنويد فالف، فبالتالي يقطع الاشارة الهوائية، فبالتالي يرجع غالق. زين، ليش هذا التعقيد؟ ليش ما اجيب انا الصمام هو فاتح ويخليه النفط يدخل، ومن تصير عندي مشكلة هذا السيستم مثل ما قطع الاشارة الكهربائية عن السنويد يخليه هسه ينطي اشارة الكهربائية ويخلي السنويد مثلا يغلق اذا هو كان فاتح اصلا. شوف اخوان، هنا انت ليش تستخدم الار او في؟ تستخدم الار او في حتى لا سمح الله اذا صارت مشكله بالمحطه او بالموقع،
شو يصير؟ اقطع دخول النفط. انا ما معقول عندي مشكله واخلي النفط يدخل وعود اروح ادور شيء نحل المشكله. زين انا عندي مثلا قد تكون حريق، قد يكون تسريب بالغاز، يسام هذا الغاز. خب ما معقول انا والله اخلي النفط يشتغل براحته يدخل وانا ما اعرف شنو اللي صاير. فمن الطبيعي انه اول شيء اقطع المصدر اللي قد يكون سبب لي مشكله، هو او غيره، لانه ممكن سبب حريق. زين هل انا اضمن من صارت مشكله بالمحطه نظام السيستم مال الاشارات ظل مستقر؟ يعني صار حريق وما احترقت الوايرات، صار قطع بالاشاره مثلا، صار حريق وما صار قطع بالاشاره، صار حريق وما احترقت غرفه السيطره مثلا، مثلا صار مشكله بالكهرباء وغرفه السيطره ظلت مشتغله بالكهرباء. مو من الممكن اكبر يعني اول من يتضرر او نسبه كبيره من الضرر راح تصير عليه من على نظام نفس نظام الاشاره. قد تكون هي المشكله بنظام الاشاره، قد تكون قطع بالاشاره، ما عندي لا حريق ولا تسريب ولا كذا، عندي مشكله بالاشاره. فما معقوله بمشكله بالاشاره وانا خلي الصمام خارج عن السيطره. مو صحيح هذا الكلام، مو صحيح. انا اشتغل ويا موقع نفطي، فشي يسوون اخوان؟ شوف هذا التعقيد كله حتى اضمن السيفتي، اضمن السيفتي للمحطه، للعاملين، للمعدات. زين فلذلك شو يسوون؟ هو الصمام يكون غالق، من اريد اشغل شو اسوي؟ انطيه تجهيز اخليه يفتح عكس وضعيته. من تنقطع الاشاره هسه سواء هنا ايش راح يصير عندي؟ شنو الفائده يعني؟ سواء هاي الاشاره هو منظومه السيطره انطيتها قطع وبالتالي انغلق الصمام، او هي صارت عندي مشكله بالاشاره وهم بالتالي انغلق الصمام، بالحالتين انا حققت شنو هو؟ الامان للمحطه. طبعا عندنا مثلا بالمحطه عزل الغاز بالجي ار اس بالكحلاء، عندنا اكو صمام هم عندنا صمام هاروفي، وهم اكو صمام شو اسمه الاس دي في، شت داون فالف اس دي في. هذا يشتغل نفس الشيء بس على الغاز، يعني نفس الشيء بس ما يدخل نفط، يدخل غاز. اكو واحد بالادخال وواحد بالاخراج، اخراج الغاز وادخال المحطه. همينه هو وضع طبيعي غالق، اول ما نشغل المحطه الاشاره اللي جايه للسينويد تنطي هواء ونصير مشكله تنقطعها. بس اكو صمام ثاني او ثالث اسمه البي دي في، البلو داون فالف، نفس عمل هذا، نفس المكونات مال هذا الصمام بس بالعكس، الوضع الطبيعي له فاتح وانا بدايه تشغيل شو اسوي؟ اضطر اطفي، ادخل عليه هواء بحيث يطفي، من تصير مشكله يرجع يفتح. ليش؟ لان انا خاله وين؟ احنا مو قلنا من تصير مشكله الاس دي في يغلق الغاز داخل المحطه والاس دي في الثاني يفتح الغاز يوديه بحيث بعد ماكو دخول وخروج. زين هذا الغاز المحصور وين؟ وانا اتعامل ويا ضغوط عاليه واتعامل مع كميات كلش كبيره من الغاز. الغاز الباقي بالمحطه وين؟ بالبايبات، بالعازله، عازلتين عندنا بايبات وفلاتر. شو يسوي هذا البي دي فالف على العكس من النيش؟ راح يفتح يفرغ الغاز وين؟ يوديه للفلير، باعتبار الفلير منطقه امنه ما عندنا بيها مشكله. واضح اخوان؟ زين عندنا هنا بالعازله مثلا، محطات يعني بالعازلات، محطات العزل، اكو فد يعني فد اصطلاح دائما اخواني يحجون بيه، يقولون صمام الغاز، هذا صمام سيطرة على الغاز كنترول فالف، صمام الغاز شبيه الوضع الطبيعي مالته فاتح اير تو كلوز، وصمام النفط اللي هو هذا بالضبط هذا شبيه الوضع الطبيعي مالته غالق، نفس الحالة. حتى من تصير مشكلة عندي فرضا قطعت الإشارة هاي سواء كانت كهربائية أو كانت هوائية، من تصير مشكلة هذا الصمام ايش راح يسوي؟ راح يرجع الوضع الطبيعي. احنا قلنا نصير مشكلة يعني خلي ببالك أنه نظام الإشارة انقطع، سواء هو انقطع أو المشكلة خلته يقطع أو السيطرة هي اتخذ القرار أنه يقطع. ايش راح يسوي؟ راح يكون فاتح، فوين يكون فاتح؟ يوديه للفلير، الفلير امن والغاز يحترق لا تسريب ولا يخنق ولا هذا ومكانه بعيد. والنفط ايش بيه؟ راح يغلق بحيث ما يروح من العازله الاولى للعازله الثانيه والعازله الثالثه ولا يتسرب، يغلق وانتهى الموضوع، وانا بنفس الوقت المفروض انا انغلق عندي الار او في اللي هو بدايه دخول المحطه. هسه واضح ما عندنا مشكله هناك. المشكله وين اخوان؟ المشكلة مرات هذا الاختيار اللي هو مبني على اساس شنو؟ مبني على اساس السيفتي، راح يصطدم ويتعارض مع اختيار انه الامور تمشي الطبيعية بالمحطة. يعني مثلا
هسه ولو الصورة ما واضحة، بس يعني هي الفكرة واضحة إن شاء الله. هذا الصمام مسؤول عن شنو؟ صمام سيطرة، عن تفريغ الغاز، عن يعني التحكم بضغط الغاز منه. هذا الغاز الموجود بالعازلة اكو عندنا مثل ما حكينا بالفيديوهات السابقة، اكو بريشر ترانسميتر تقيس ضغط الغاز، توديه الى بريشر كنترولر اللي هو مسيطر على ضغط الغاز. زين، بغض النظر هسه هاي الحلقة هوائية الكترونية بي ال سي، نفس الحكي، بي ال سي نفس الحكي نفس الكلام. ايش راح يسوي هذا؟ راح يعطي اشارة للصمام، شو يقول له؟ مجمل اخراج العمليه يحافظ على الضغط المطلوب، يعني اذا بالعازله الاولى نخليه 10 بار مثلا محطاتنا، بالثانيه 6 بار او 5 بار. المهم راح يحافظ على الضغط بالمستوى المطلوب، عفوا بالمقدار المطلوب. هسه انا جبت صمام سيطره حتى يحقق السيفتي، هو بالوضع الطبيعي فاتح. زين؟ زين، ايش راح تجي اشاره بدايه التشغيل؟ استنى مشغل المحطه. انا استوى مشغل، يعني عندي قيمه الضغط هنا صفر، بعد استوى مشغل ما كلش مواد داخل. من الضغط هنا صفر، هاي الاشاره المرسله ايش راح ترسل لي؟ 4 ملي امبير. راح يفهمها المسيطر على انه صفر. الاشاره راح تطلع من المسيطر، يقول له ما عن يعني شو تقول له؟ ماكو اشاره غير؟ زين، هو منها فاتح. زين، اذا يظل فاتح وما عندي اشاره والضغط راح يجي والغاز يطلع ويظل الضغط هنا صفر، لانه الغاز راح يطلع يروح الفيار، شلون احافظ على الضغط 10 بار؟ وهذا النفط احتمال راح يصعد ويطلع كاري اوفر، كانما انا شغلي كله غلط يعني. ما ادري واضح المثال اخوان ولا لا. انا هذا صمام مختاره فاتح بالوضع الطبيعي. زين، بدايه ليش فاتح؟ قلنا عشان يحقق السيفتي، حتى من تصير مشكله اي تنقطع على الاشاره، اي مشكله تصير وين يودي الغاز للفلير، ما يسوي له مشكله بي. زين، هنا بداية العمل شلون راح انا اعالج هاي المشكلة؟ هو فاتح، فشكل ضغط هنا ما راح يجي، ما يصير ضغط، الغاز كله راح يطلع منه وما يصير ضغط، انا اريد الضغط يوصل 10 بار، 10 بار مو فد شيء هين. فهنا شو يسوون اخوان؟ يخلون هذا المسيطر يشتغل بالعكس. هسه احنا مو احنا قلنا هذا وضع طبيعي دايركت من تجي اشارة يغلق؟ يخلون هذا المسيطر يشتغل بالعكس ريفيرس، بحيث من اماكو اشاره هنا نقصان بالاشاره الجايه من المرسله، ايش راح يسوي هو؟ ما راح يخلي نقصان بالاشاره، راح يخلي اعظم ما يمكن تطلع 100%، تطلع 24 ملي امبير. فراح يضطر هذا الصمام انه شنو؟ ان يغلق. وبعدين من يزداد الضغط حسب هاي الاشاره ايش راح يسوي هو؟ راح شوي شوي يفتح بالصمام. فصار هنا المسيطر ريفيرس. اتمنى تكون الصوره واضحه، ما ارد اعيد لانه يطول الفيديو، انتم عيدوا الفيديو اي مشكله قولوا لي بيها ان شاء الله ونعالجها. واضح؟ هسه هذا شوفوا، هذا صمام هوائي قديم نوع فيشر. شوفوا اخوان، هاي انا اعتذر ما واضحه الصوره، بس يعني هي مشكله الصور اللي لا هو يمي، انا مداوم واخذ له صوره، احنا حضرت جوال، هاي صوره من النت. هذا اخوان اذا واضحه، هاي الصور، هذه القطعه البيضة، هذا القطعة البيضة فقط، هاي من هنا لهنا، هاي الفلابر ماشي، وهذا النوزل، هذا النوزل. شوفوا هذا الابيض هذا برغي، اقدر شو اسوي؟ طبعا شنو هنا؟ هذا البوردين تيوب، هذا فد شيء اسمه بوردين تيوب، راح يتحرك. مين يتحرك شو يسوي؟ يحرك النوزل، يبعدها ويقربها عن الفلابر. هنا شو مسوين؟ اقدر اشيل هذا النوزل واخليه هنا ويتغير بس البايب اللي يربطه، بحيث الحركه هاي تبقى نفسها، حركه الفلابر تبقى نفسها، بس بدل ما قبل كان من يتحرك يبتعد عن فتحه النوزل، هسه صار يقترب. واضح؟ يعني اقدر احوله دايركت وريفيرس، اقدر احول من تجي اشاره من المرسل هنا، من تكبر هاي الاشاره مره تقترب الفلابر عن النوزل وتكون دايركت شغل المسيطر هذا، ومره تبتعد فيكون ريفيرس. واضح؟ هذا بالمسيطر الهوائي، طبعا بالمسيطر الالكتروني نفس الحاله. بالبي اي دي بالبي ال سي اقدر اسوي نفس الشغل. هذا اذا كان مرسله ومسيطر وهذه الامور. زين. عندي هاي الصوره احنا تجاوزناها.
هذا صمام، الصمام شلون يكون من تجي هواء يفتح وشلون يكون من تجي هواء يغلق. طبعا هذا الموضوع جدا مهم، لان هواي مفهوم خاطئ عند هواي من الناس، حتى بعض الناس المختصين اجوا ينطون دورات من خارج العراق وانطوا معلومه خاطئه. فلذلك انا راح اركز عليه، الموضوع محتاج بالمواقع دائما. اخوان اكو طريقتين، اكو مفهوم شائع عند الناس يقول لك اذا اجى البايب هذا من فوق مع هذا اير تو كلوز راح يضغط على الدايفرام ويخليه ينزل، واذا اجى البايب هذا مال الهواء مال الاشاره الهوائيه اللي جاي من المسدر طبعا هذا، اذا اجى من اسفل الدايفرام راح يرفع عليه فوق زين، وراح يخليه يرفع السداده فالفلو يفوت. هذا صحيح معتمدته شركه فيشر، بس مو قاعده. اكو بعض الشركات ما تشتغل بهذا النظام، فمن الخطا انا اعمم، من الخطا انا اعمم. اكو شركات شو تسوي بالحالتين الهواء يجي من فوق، اشاره المسيطر بالحالتين تجي من فوق، بس شو مسوين هنا بالسداده جوا بالسداده بالجزء اللي متحكم بالفلو اللي هو قد سميناه مثل ما قلنا باليوم الاول سميناه البودي فالف او الفالف بودي. هنا مره يعني عفوا هنا راح يجي الضغط بالحالتين تجي الاشاره اللي جوا، سواء بالاير تو كلوز يعني من يجي هواء يغلق او بالاير تو اوبن يعني من يجي هواء يفتح. بس شو يصير هنا؟ هنا من يجي هواء باعه شو يسوي اخوان؟ باعه شو يسوي؟ راح شو يسوي؟ هاي مثلث منه فراح ينزل يغلقها. هنا من راح ينزل شو يسوي؟ راح يبعدها عن عن هذا المجرى فبالتالي يسمح للمرور. يعني الاشاره من راح تجي وينزل راح يفتح مو يغلق، عكس هذا. شوفوا السداده شلون مقلوبه هاي؟ هاي قلبة السدادة تعكس عمل الصمام كله. نفس الشيء هذا، هذا نفس الشيء، نفس المبدأ. من يجي منا الهواء هاي راح تنزل، فمن تنزل ايش راح يصير بها اخوان؟ من اذا كانت هاي فوق المثلث يعني هذا هذا نفسه صاعد لي فوق بعد ما جاي هواء، فهذا هنا يصير مفتوح لان يعني يدخل براحته الفلو منا ومنا يدخل. كل ما تنزل شوي راح تضيق لانه مثلثة، مثلثة تجاه المدبب اللي جوا. هذا شنو اير تو كلوز، كل ما ينزل راح يغلق. هذا شوف شو مسوين، فقط قالبين شكل السداده بحيث كل ما ينزل باعه هسه من ينزل شو يسوي؟ راح يبتعد هذا المثلث فبالتالي يسمح للفلو ان يدخل منا اللي جاي فيصير اير تو اوبن. واضح اخوان؟ ايضا اكو همين نلفت الانتباه انه انت مرات من تحتاج، مو صحيح ان نقول صمام الغاز دائما لازم يكون مفتوح بالوضع الطبيعي وصمام النفط دائما مغلق. هذا عندي خزان قد استخدمه للنفط مثلا او للماء لاي مائع، اذا اريد اتحكم بمن بالاوتليت احاول شو اسوي؟ اجيبه بالوضع الطبيعي مغلق، ولكن اذا اتحول بالانليت نفس الشيء راح اشتغل. يعني اريد من يصعد المستوى هذا يغلق لو يفتح، ومن يصعد المستوى هذا يفتح لو يغلق. فهنا راح يجي اختيار الصمام، اختيار طبيعة عمل الصمام، طبيعة عمل حتى المسيطر. من يجي إشارة أقول له من صعدت الإشارة هنا بالليفل أريد هذا شيء يسوي يفتح لو يغلق، وهذا شيء يسوي يغلق لو يفتح. طبعا بهذا المثال المفروض أنه من تصعد الليفل أخلي هذا يفتح وأخلي هذا يغلق، لأنه إذا طبعا إذا هو في الغالب ما يستخدم الاثنين هن، يعني غالبا نسيطر عندنا على الأوت. بس لو فرضا يعني فرضا احنا عندنا ايش منظومة مثلا، لو فرضا ما عندي سيطرة هنا اريد من يصعد المستوى شو يسوي هذا الصمام؟ يغلق لو يفتح؟ لا يغلق. طب وين يفيض النفط وين يروح؟ ولكن اذا كنت مسيطر بهذا الاتجاه بالاوتليت اريد من يصعد المستوى اريد يفتح هذا حتى شنو يبدي يفرغ. فهذا كلام يعني حتى تكون واضح موضوع بالتصميم شلون نتعامل ويا اجهزه. طبعا نفس الكلام ينطبق اذا كانت مو مرسله، اذا كان عندي ليفل سويتش مثلا، ليفل سويتش هذا ليفل سويتش هنا وليفل سويتش هنا، من يصير المستوى مال الماي عالي انطي اون اريد شو يسوي؟ اريد الصمام يفرغ او المضخه مثلا تغلق، مضخه على التفريغ يعني او صمام على التفريغ غير يفتح. من يكون هنا من ينزل مستوى المي هنا مثلا ما اريد الصمام يبقى فاتح راح يخلص التانك كلش، فشو اسوي؟ اوف اخليه. فهنا همين راح شو اسوي؟ بالليفل سويتش اكو فد شيء نسميه نورمالي اوبن والنورمالي كلوز. النورمالي اوبن مثل ما حكينا ذاك اليوم
انه الدائره مفتوحه. اخوانا نقول الدائره الكهربائيه مفتوحه يعني مو مثل احنا نقول بالعاميه شغل الجلوب افتح الجلوب، لا افتح الجلوب انا راح اغلق الدائره حتى تنغلق وتتوصل ويشتغل الجلوب. فهذا الكلام هو مو علمي اللي نحكيه بالبيت بالسوق بالها، كلام علمي نقول الدائره مغلقه يعني متوصله، ونقول الدائره مفتوحه يعني بها قطع. فمره احتاج اخلي المتحسس نورمالي اوبن ومن تجي الاشاره يغلق، مثلا هنا نورمالي اوبن من تجي الاشاره يغلق راح يشغل الصمام فرضا اللي يفرغ من التاكي، وهنا هذا شو اسوي مغلق من تجي من يوصل ان يرجع المالي جاي، اذا طبعا اكو متحسسات بالعكس اكو متحسسات منها يعني حسب ممكن احتاجه كلوز. المهم فالليفل سويتش او اي سويتش ثاني، سويتش مال ضغط، سويتش مال بوش بوتون، مال فتشي متحرك بالمعامل، مره احتاج اختار له نورمال كلوز نورمال اوبن. ونفس الحاله مرات انت السويتش الحقيقي اللي تحتاجه نورمال اوبن بس تريده شو يسوي بالدائره الكهربائيه مثل ما قلنا ليش الساعه تريده يسوي اغلاق، فليش الساعه سوينا بالهوائي غيرنا عمل المسيطر. هنا شو نسوي بالريليات اذا كانت السيطره ريليات نفس الريلي بي نورمالي اوبن نورمالي كلوز، ما علي بالسويتش، السويتش جاني طاني اوبن رابطه اوبن ومن وصل سوالي كلوز، بس اريد هنا بالعكس فاختار الريلي اربط له على النورمالي كلوز، من راح يوصل راح يصير اوبن، من يجي هنا الكويل راح يشغل لي الكلوز يحولها اوبن والاوبن يحولها كلوز. ايضا منظمه السيطره الحديثه بالبي ال سي، هذا اخوان برنامج مال بي ال سي، اخوان دائما يطلبون نحكي على منظمه السيطره الحديثه، هذا برنامج مال بي ال سي مكتوب لغه اللادر. ايضا لغه اللادر شوفوا شو يسوي هنا، هنا ليفل سويتش للهاي ماخذ اوبن وماخذ الليفل سويتش لللو، هاي حرف ال لو وحرف الاتش هاي ماخذه كلوز. ليش؟ لان الشغل التفريغ يقول له من يكون الليفل سويتش تجيني اشاره هو ماخذ اوبن فايش راح يصير كلوز، وبما انه هذا كلوز راح تكمل الاشاره راح يشغل صمام التفريغ. هاي اهمي انا لا باس انه نذكر موضوع معين ونختم ان شاء الله. الاخوان بالكهرباء الحكي اللي يصير بالريليات هناك يختلف على الحكي اللي يصير هنا بالبرنامج. انت تريده بالبرنامج الليفل سويتش يسوي يغلق من تجي الاشاره، هنا انت تستخدمه قد مرات يكون بالعكس، فانت هنا تتحكم بالبرنامج تاخذ النورمالي اوبن لو نورمالي كلوز. هواي تجاوزنا الوقت واسفين على التاخير، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.